بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتطرق بإذن الله في هذا الدرس وهو الجزء الرابع من وجهة البرنامج. سنتعرف على قائمة انسيرت، القائمة التالية، فتابعوا معنا الدرس. سنتعرف على قائمة الإدراك أو قائمة الحسين. كما تعرفنا في الدروس السابقة فقط بالسحب يمكننا التحكم في قوائم خاصة بنا، ولاحظنا قائمة انسيرت. دبل كليك يمكننا فتح المحتويات الخاصة بها، يمكننا كذلك الضغط والسحب ونضعها نضعها مثلها مثل أي قائمة لدينا. كذلك يمكننا وضعها هنا على سبيل المثال كما عرفنا ذلك سابقا. كذلك يمكننا التحكم في اللون، نضغط هنا ثم نختار كلر ايكونز، أي تصبح الأيقونة ملونة، أو يمكننا جعلها باللون أبيض أسود أو لون داكن، نتركها ألوان على سبيل المثال على الشكل التالي. نلاحظ هنا لدينا عدة أدوات، مثلا في بعض المواقع تكون مواقع ديناميكية أو تفاعلية تستعمل الخيار التالي، أو مواقع تكون ثابتة يمكننا إضافة ارتباط تشعبي، إضافة رسالة، إضافة إيميج صورة، إضافة إعدادات خاصة، إضافة تيبل. كما لدينا هنا التخطيطات يمكننا اختيار تخطيط معين، كذلك النماذج يمكننا اختيار نموذج معين. الخيارات التي سنتعرف عليها بالتفصيل الآن، فقط نعرف مهام القائمة. لدينا الداتا، لو نشتغل لغات البرمجة نستخدم قواعد البيانات الداتا أو ما إلى ذلك. لدينا كذلك القوائم لو نحتاج أن نعمل قوائم. كذلك لدينا هنا إضافة نصوص أو التعامل معها. كذلك لدينا قائمة أخيرة وهي الخاصة بالفيفوريت أو المفضلة الخاصة بك. لكل مستخدم لديه عدة أدوات يحب استخدامها دائما بشكل متكرر. طبعا بمجرد كليك اليمين نختار كاستمايز فافوريت، يظهر لنا الخيار التالي. نلاحظ هنا عدة قوائم وأدوات على الشكل التالي. هنا محتاج مثلا نضيف المفضلة، مثلا دائما نستخدم ارتباطات تشعبية، نقف نضغط عليه هنا ونختار إدراج، نلاحظ أنه تم إدراج. كذلك الإيميل، كذلك التيبل، نستخدم طوابل، عفوا الجداول، إيميج كذلك. نلاحظ هنا لإضافة فاصل ما بين كل جروب والجروب الآخر. كذلك مثلا نحتاج خيارات أخرى، مثلا فورم، أو كذلك يمكننا تشيك بوكس، اي تكست اريا، مكان الكتابة، تشيك بوكس للتحديد، بوتون، اي كذلك نضيف سيبريتر جديد. كذلك نحتاج على سبيل المثال نضيف عدة خيارات، مثلا الفريم والاي فريم على سبيل المثال، الطاقات الخاصة بالاتش تي ام ال، تيبل راو أو الفريم والأي فريم. كذلك يمكننا إضافة عدة خيارات من الخيارات المتوفرة هنا، يمكننا عملها في المفضلة الخاصة بنا. يمكننا إضافة أي شيء كما نلاحظ ذلك السيبريشن، يمكننا إضافة خاص بالفلاش إذا كنا سنشتغل على الفلاش، كذلك الفليف تالي يمكننا إضافته. بعد الانتهاء نضغط أوكي، فنلاحظ هنا أنه تم جلبهم في المفضل الخاص بين الفلاش، ملفات الفلاش، كذلك الفلوف للفريم والأي فريم، الفريم عفوا، الأي فريم، التيبل، وخيارات تلية خاصة بالجدول. لاحظوا هنا السيبريشن الذي قمنا بوضعه، خيارات تلية كذلك الذي الصورة وما إلى ذلك، الترابط التشعبي التي قمنا بإدراجها. إلى هنا نكون قد انتهينا من التعرف على قائمة انسيرت، وبذلك نكون قد انتهينا من الدروس من أجزاء من الجزء الرابع من وجهة برنامج، هو الجزء الأخير. نلتقي بإذن الله مع الدروس المقبلة، وإلى ذلكم الحين نترككم في أمان الله.